الليل ويخرج بالهرجة في وذنك يعطيك الفرجة في المرجة مرجوب وغنجة ربعتها مخي تشرجة علي الراف معك الاثنين 19 ابريل 2021 تحيه لكم وين ما كنتوا. مرحبا بالناس اللي اختارت باش ترافقنا في حلقه جديده ورحله اخرى راف ماج من توا حتى للاربع ونص نتاع القايله. نرجو فيهم على حصيله الكورونا 1514 اصابه جديده بالفيروس، كان هذا بتاريخ 17 ابريل. اجمالي الاصابات في تونس يرتفع ل 285490 حاله مكتشفه، ربي يشفي الجميع. عوده على الاجراءات الجديده اللي تم اتخاذها لمجابهه الكورونا، المحافظة على نفس التوقيت فيما يخص حظر الجولان، ولكن منع جولان العربات بداية من الساعة 7، إيقاف الدروس وغلق جميع المحلات التي تخالف البروتوكول الصحي. هذه أبرز القرارات اللي بسرجع لهم بعد شوية في الرفماك. في موكب عيد قوات الأمن الداخلي رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول: من لم يتضح له في 2014 فليكن واضحا منذ اليوم أنه ليس هناك سيوف تخرج من أغمادها، بل يوجد قانون. رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية وكل الأسلاك الواردة في القانون. بين مرحب بهذا الخطاب وبين من تقبله على أنه إعلان انقلاب مع تأجيل التنفيذ، نرجو نحكيه في البلاتو بعد شوية على كلمة رئيس الجمهورية. فاش تفرجوا لراف ماجور، هذا اللي باش نعرفوه بعد شوية. نحكيه وكيل عاد على معلومات لراف ماجور في كويز الدين ونكتشفهم، ونحكيه مع السندريلا على استشعار نعم الله كل إنسان حامد وشاكر، هكا تقول السندريلا. نلعب على 1000 دينار مع ليلى بعد نص ساعة من توا تقريبا، والساعة الأخيرة نلعب على 500 دينار كاش من إهداء مصرف الزيتونة. نهاركم سعيد، نهاركم مبارك، رمضان مبارك على الجميع. تقريبا أسبوع تعدى، ربي يعين الناس الكل على الصيام وعلى القيام. أسبوع موفق للجميع. نبدأ ترحيب بنجم النجوم بالبرنس بالكابيتانو منصور بن سعيد مساء الأنوار. معكم سعيد مبارك، ربي يفضلكم بداية أسبوع مباركة على كل من قاعد يسمع فينا، على كل من مروح من الخدمة، على وليداتنا اللي اليوم تو بداية من اليوم قاعدين في الدار. راهو عندنا برشا يسمعوا فينا من الصغار، سالا ساعة يقولوا لي تونتو مصبح ليك وما احنا سي رفيق كيف بدأ وقف فيك. خذ لهم لا لا رفيق مش واقف فيه، رفيقي يرشد فيا للطريق السوي. ربي ربي يزيد في زادكم ويكثر من سواتكم، وربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت. أمين يا ربي. نجم قناة الحوار التونسي اختار باش يعمل عام راحة سنة وترك الفرصة للشباب الفتح الهداوي وبقية الممثلين، حب تصفيقة كبيرة. زيد المكي كيف اهلا بك اخويا، مرحبا بك بالناس الكل يا اخويا. ان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين اليوم. برهان لاول مره راه فرحان، قال باش نرجعوا العهد قبل بعد سمع بالانقلاب والعباد بدات تتسخن، والرئيس يقول لك انا قائد لاعلى القوات المسلحه. قال لي الحمد لله يا ربي بدينا نعيدون، وقال لي باش نعودوا يا زياد ورد بالك على روحك انت ورفاقك. نحب نقول له يا برهان ان شاء الله ما تراش النهار هذاك وما تخافش، تونس برجاله. اليوم البلاتوات تكلمت ومازلنا باش نتكلموا ومازلنا باش نتصداو الانواع برهان بسايس اللي يحبوا الانقلابات وكل، وحسب الله ونعم الوكيل في كل واحد يعمل حاجه لتونس. برهان بسايس كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تسلم لايادي يسلم يا جيش بلادي. هذا هو الاغنيه اللي اليوم جاي نغنيو فيها الناس الكل. قدرة ربي فما كان الخير، إن شاء الله لاباس، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة، لا انقلابات، لا حكاية فارغة، الكورونا، ردوا بالنا على الكورونا، هذيك كلمة السر بتاع كل يوم، ما يلزمش حتى حد يجي يشوش علينا القصة هذيك، خاطر كله تجغجيخ، كله كلام فارغ، فما كان الكورونا هي الخطر الحقيقي اللي تهدد فينا. باهي والدربيك زاد خطر. الحماس حماس نعملوا هكا هو يزيد، نعملوا هكا هو يزيد، الكورونا وأرقام الكورونا نرجو نحكيو فيهم بعد شوية، باش نرجعو نحكيو كما قال زياد على كلمة رئيس الجمهورية. بين مرحب وقال كذاك دستوركم يحاربكم بسلاحكم، وبين متخوف من حدوث انقلاب في قادم الأيام، الرئيس قالك أنا رئيس الجمهورية، أنا قائد الجيش، أنا قائد القوات الأمنية الداخلية المدنية شتسمى، لم يترك شيئا لرئيس الحكومة بس إنه حرس الغابات يظهر وإخواتنا هنا في المؤسسات العمومية والخاصة، ولكن الدربي متواصل في تونس. نرحبوا بنجم قناة التاسعة المتألق لوبوغوس نصر البدوي. كيف الحال؟ اهلا بك اهلا بك
رفيق ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. انا حبيت نقول رفيق مشيت لصفاقس وكاني بيا ما عرفتهاش صفاقس على خاطر مشيت للكازينو اللي هو عاده كنت قبل نستحكي على الكازينو تقمر في ربا قمر 50 مليون خسر 50 مليون ربي يهديك ربي يتوب عليك اكفروا بالفلوس اكفروا عليك يا رفيق يهديك ربي بلاصه اسمها الكازينو بلاصه معروفه في صفاقس اللي عاش في صفاقس صفاقس راهي كانت الناس كل تمشي للكازينو باش تمشي تسهر فيه ربي يتوب عليك عندك صغار ولادك اولى ايش الحرام على ولدك يقرا من سين يتسلف من عند العبيد وانت تلعب في الشخرة يا ودي ايش رايكم يا ودي ايش فلوس حرام خليني على ربي لا لا شنو حكمه في الدين هذا رمضاني قمر نرجموه امره يولى عليه سي لطفي يستدعى ولي امره سي والله ما خليتونيش باش نحكي على بلاصه مزيانه عاده نحكي على صفاقس بالحق هي صفاقس ما فيها حد شيء لكن هذا متنفس في صفاقس الكازينو اللي كان مشهور في الستينات كانت الناس تسهر فيه ويمشيوا يعملوا ساريات وكانت الناس تمشي من الساحل ومن بلايص الكل يمشيوا زغاديك يسهروا كان خراب دمار بالحق فما تنسيقية البيئة والتنمية اللي عملت انفستيسمون في الشيء هذا رفيق وردت البارح انا مشيت على اساس انه استدعوني باش نشوف الاشغال وشفت حاجة كبيرة برشا كبارات البلاد من كبارات البلاد ايه مشيت ولقيت كبارات البلاد غاديك يحوسوا حاجة مزيانة بنحب نقول لهم برافو عليكم على اللي تعملوا فيه بالله وك السيد اللي باش يعمل المعمل ما تخليهوش يعمل معمل خاطر واحد في وسط البلاصة هذيك بالذات قال لهم نحب نعمل معمل والناس تحب تعمل قهاوي تحب تعمل الناس ترفيه مالوريزمون يا خويا فما ناس مازال طايحة كان عندنا تساور تنعديوها بعد شوي وقد يكون ديربي رجال أعمال رجال أعمال ويبدو ويبدو انه بارازار الرجل هذا يحب يعمل معمل زيت معمل زيت معمل زيت هو بيدو بقول له معمل زيت بالمناسبه بلا نحيو الرجل هذا والله العظيم قداش على نياتي قدامك يا برهان والله المفو ان برهان مشي سافا مشي بالكدا امور بعد ما نجم واحد كان يعمل معمل واحنا ضده راه عامل معمل حسبي الله ونعم آلقة وجميلة متألقة نحب تصفيقة كبيرة عليها سونيا الدهماني إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك اللي يسمعوا فينا الكل محلاها بداية الأسبوع خاصة وقت تبدأ باجتماع مع رفيق بوشناق الحمد لله يا ربي كثرنا منهم كثرنا منهم رفيق بوشناق رانا نحب الاجتماعات معاك وميمة سلكتها تضحك سلكتها جيت مخر وميمة وأنا الحقيقة نقترح نقترح كل نهار اثنين نعملوا اجتماع غينيو قبل قبل تعطينا شحنة كي نحس روحي طايرة مفجوعة عليكم انتم مفجوع على حال تونس سينو كيف الحال ويكاند مزيان الحمد لله الحمد لله ويكاند سوني الناس يتفرجوا فيها ادخلوا شوفوا سونيا الخدمه التونسيه وايادي تونسيه من رشا ما محلاها مزيان عندها تونسيه ماركه ماركه تونسيه تعرف اللي انا مكثر الوقت نلبس قد ما النجم قد ما النجم نلبس نلبس كرياسيون توانسه كيبداو دوبون كاليتي بالطبيعه كيبداو مزيان. الله يسامحك وكيتك سونيا الدهماني رحبوا بها غابت على الاجتماع لارتباطات مهنيه خانقه. الله معاك. حبس فيقه كبيره سندريلا كيف الحال؟ مرحبا مرحبا ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم مبروك بدايه اسبوع موفقه يا ربي ان شاء الله تطلع لكم بلوتو جمعه مزيانه فيها كلها موجات ايجابيه والله العظيم رمضان السنه حسيته خفيف معناها فيسع جات الجمعه تعديت تخدم تروح ترقد تاكل بلاش ما تصرفش سي نورمال خفيف معناها اقسم بالله قول فيها روح نستنى فيك كنت مع امك تعب اكثر معناها توا والله لا حتى ماما كانت مدلتني الحقيقه كنت راح من عمشة حتى وانت اللي خدمت معك حماتك مدلتك قول لي لا مدلتني بالقدا قلت له قبل وبعد شقى الفتره ولا والله مدلتني بعد شقى الفتره يلا تحيه لحماتك وكفمنا بعضنا يلا تحيه كبيره ليهم تحيه كبيره للناس اللي تسمع فينا وين ما كانوا قدوا معنا ساعتين ونص ساعتين ونص من توا حتى للاربع ونص موعدكم مع رف ماك نرجو نحكيو على تلافس باش تفرجوا لرف ماك نرجو نحكيو على الاخبار مش ولا بد الاجراءات في علاقه بالكورونا هكا روها التوانسه الخطاب اللي افزع برشا توانسه وفرحانين به التوانسه الاخرين لرئيس الجمهوريه قيس سعيد ثم ابرز المحاور باش نتناولوهم طيله الساعتين ونص ساعه ثانيه مع كويز الدين ومع 500 دينار كاش من اهداء مصرف الزيتون اخبار الطرقات تسويت مع صديقتنا انيس.
حمادي اللي غايب علينا بربي سلموا عليه برشا برشا بالخير في الريونيون والله يسلمك برشا بالخير وسلموا عليه برشا برشا قبل ما نمشيو للدخله ونشوفوا لي راف ماكور فاش تفرجوا هات نحكي لكم على جديد مصرف الزيتونه مصرف الزيتونه اللي عودكم في كل مناسبه يفرحكم وفي رمضان السنه يحط على ذمتكم 500 دينار كاش للربح كل يوم في زيتونه الخير باش تربحوا يا ساهل ياسر ما عليكم كان تدخلوا على الكونت انستغرام نتاع مصرف الزيتونه تعملوا ابوني وتشوفوا ستوري غادي باش تلقاو المعلومه اللي باش نطرحوا عليها السؤال بعد شويه ما تنساوش كلمونا على 31 380 ألف باش تشاركوا وتربحوا معنا 500 دينار كاش من اداء مصرف الزيتونه اللي يقولكم كل عام وانتم حيين بالف خير إف إم الدخلة يلا سيدي نمشيو للدخلة فاش فرجوا لي راف ماكور في الويكاند شنو اللي شدكم في 48 ساعة اللي عملنا فيهم الترتيحة نبدا بك سونيا اختارت الحوار واختارت ولد النوردو في الفوندو التفاصيل مع ولد النوردو في الفوندو سونيا دائما تسويت ابداع ولد النوردو في الفوندو اللي هو اسمه نسيم بورقيبة نسيم بورقيبة اللي تفرجوا في الفوندو البارح تقريبا يظهر لي فما اجماع اللي الوليد دوي على الاخر موهوب على الاخر ممثل انيرب يبدو لي اللي مش هذا العمل الاخير باش نشوفوه فيه على خاطره الحقيقة عرفتك اللي تولي تركز معاه هو تركز هو وجهه مزيان لكن الوجه المزيان ما يكفيش باش تكون ممثل باهي يزمك تكون مزيان ويزمك وإلا مش مزيان أما يزمك خاصة تكون موهوب والوليد موهوب وجستمان انت قلت مزيان هو الفريق فريق سوسن الجملي وقت اللي يبدأوا من الأول ما فما الناس اللي يجي تعمل كاستينج يجي يشد الصف وكل واحد كاستينج مفتوح إيجا شد الصف وعمل كاستينج على وذراعك يعلف تصوير معناه فما اون بروميير سيليكسيون ثانيه سيليكسيون ثالثه حتى لين يستقر الراي على اختيار الوجه الجديد فيما يتعلق بنسيم بورقيبه وقع اختياره من طرف فريق سوسن الجمني على خاطر هو ستان جون رابور ستان جون رابور يغني بالانجليز اتسيتيرا دونك الوجه عجب ما كانش حاجه محققه انه يكون يعرف يمثل دونك كاست المره الاولى كاست المره الثانيه كاست المره الثالثه الحقيقه انا عجبني برشا وتخلف في الدور نتاعو بالكدي عرفتك اك الفرخ الكيكه اللي ماذا بيك تعطيه زوز كفوف هكاك حقيقه الفرخ ومن بعد يسخف ومن بعد فك التحويل نتاع وقت اللي فهمنا هو علاش هكاك هو وجيعته على خاطر امه على خاطر تولي تتعاطف معه اذا كان ممثل اللي ما عندوش خبره اول دور بالنسبه لي ينجم يعدي لك المشاعر هذوما الكل معناها وينقلك من اللي تحب تلف وزوكوت واللي تحب تعنقه وتبوس وتقول له بسم الله على ولدي سيك نجاح دونك برافو نسيم بورقيبه وبرافو ساوس الجمني على اختيارها نسيم بورقيبه وراك خضراء عطاتو اي ويجي ولد النوردو في الكاستيك ساوس الجمني اللي حسب معنا معلومات مازال تتصور بربي لا تعمل لنا سيزون 2 يا ساوس راهي ما تجيش جريمه باش نقعدوا نشرمتوا فيها دو سيزون يلزمها تو فاسني وعم جاي فكر اخرى وسيناريو اخر اش قال سي برهان والله صحيح الجريمة تعطي جرائم أخرى تعطي برشا حاجات واللي تدفع في الحوار وتعطي فيهم في بوش وتشجع فيهم يا برهان مش نعمله بربي خلاص من الحوار للاختيار برهان يحكي لنا على الاختيار في حلقته الرابعة والخامسة وحلقة فضل اعتسام برابعة تفاصيل مع برهان بسيس تسويتا الاختيار اثنين كريم عبد العزيز أحمد مكي زوز أبطال متاع الاختيار اثنين بعد ما كان كريم كرارة هو البطل الاختيار واحد أمير كرارة ألور الحلقة اللي ولات ديبا وقنوات تلفزية عالمية بي بي سي تكتب الحرة سينين عربي كذا جزيرة هي هذه قوة الدراما هذه قوة المسلسلات اسمعني يبدع المسار ويبدع أنا مشكلتي مع احترامي لكل المسلسلات أما احنا مسلسلات سمحني معناها خارج الزمان والمكان معناها قصص نتاع سيدي عبد العزيز العروي كيما تنجم تحصل في العهد الحفصي كيما تنجم تحصل في العهد الحسيني كيما تنجم تحصل في السيونس فيكسيون هذه مسلسلات الان وهنا اللي تثير تختلف معه ولا تتفق حلقه رابعه العدويه حلقه فض اعتصام رابعه حلقه معناها
مصر رجعت للدباء بوليتيك، تقسمت بين القنوات الرسمية اللي تدافع على النظام واللي قالت هاي تونس تقسمت على فيسبوك، فيسبوك التونسي خلى واحد يتبع في حلقة فض الرابع على الاختيار تيمشي بين القوة الدراما لحظة والقوة من غير فاصل إشهاري أي طبعا عمي عم من المجلس الأعلى للإعلام في مصر تعليمه وقت على القنوات المصرية خلينا نقصوا شوية في الكوب، لكن الحلقة هذيك بالذات باش ما تشتوش انتباه المشاهد ركزوا فيها من بدايتها لنهايتها ما فيهاش فاصل إشهاري بشوف الرواية بطبيعة كانت هي الرواية الرسمية اللي حاولت تلقى توازن في العملية بطبيعة معتصمي الرابعة على أساس كان السلاح موجود، لكن كمان ديما يعملوا ثنية يحاولوا يبقوا فيها في التوازن. البارح الديسكور ما بين أحمد مكي اللي مثل شخصية ضابط في الأمن المركزي وما بين خطيبته المرأة مش خطيبته ويحبها برشا، يعني حصل قتلوا قال أنا حزين عزوز اللي ماتوا على اللي ماتوا هنا اللي ماتوا غادي، قتلوا أنا شفت الواحد كان فما عنف برشا من منكم أنتم اللي قالها، لكن كان فما سلاح غاديكا كان فما يعني في الاخر كي خيطها حتى الدعايه الرسميه خيطها بفيانه خيطها ببواد با في ذروه حلقه فضل الاعتصام ورع باب في وسط جمله باش هذه باش تعمل هذيك هذيك با شكون شادين والله رجعت يا رفيق انا مشيت لاحداث الريال مثلا عماره المنايفه هذيك اللي تم التركيز عليها اللقطات الاستخبارات المصريه ركزت على كيفاه رميان المولوتوف من عماره المنايفه ما نفاوش في التقارير الرسميه انه عماره المنايفه كان فيها اعتصام شباب الاخوه المسلمين يرميوا في المولوتوف على السيارات الامن اللي جايه المسلسل جاد السلاح زاد كان وجود قناصة تابعين للإخوان المسلمين هذا مازال فيه أخذ وعطاء المسلسل زاد أنه واحد من الشباب الليبرالي اللي كان متعاطف وموجود في رابع حب ينسحب واحد من المعتصمين هز فرده قتل هذيك فيها 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 شوية فيها شوية مازال يوريو الانتحار انتحروا مع بعضهم الرواية نحكيو على موت هو أكيد خارج إطار المسلسل خارج أنه الحادثة هي حادثة مصريين قتلوا بعضهم في نهاية الأمر هذا ما سيذكر التاريخ ولا. من أجل معركة سلطة للأسف مصريين قتلوا بعضهم هنا هناك نرجع للدراما هذا لا يعني أن الدراما محبوكة على فكرة اليوم فما زوز قوى رئيسية إقليمية تخدم على الدراما للدعاية السياسية الأتراك ما تنساوش مسلسل العهد اللي ضارب في حنبعل وينافس حتى في رمضان هو إنتاج دعاية تركية لفئة الجيش التركي والرواية التركية وقوة تركيا مسلسل الاختيار كيف كيف هو انتاج للدعايه لفئه الجيش والامن المصري. انخراط انا حبيت سالت كريم عرفات وقلت لي مازال في 30 ثانيه خاطر طولت برهان انخراط اسماء كيما كريم عبد العزيز خاصه في فكره كيما هذه سيناريو 100% نتاع المخابرات العسكريه نتاع فتح السيسي ممثل عادي ممثل. كريم عبد العزيز هم يلوموا عليه لانه في 2012 مثل مسلسل مع الثوره ويحكي كيفاه متعاطف معناها الشباب اللي كان الامن الدوله يعذب فيهم كذا لكن كريم عبد العزيز يؤدي في دوره كفنان وفق رؤيه برشا فنانين متفنين فنانين اخرين زاد يا اخي فنانين هاو فما شكون اللي اختار المعارضه ومعارضه النظام السيسي هذيك الساحه المهم الساحه الفنيه في تم اقصاء ساحه حيه تم اقصاء وعلى فكره راهو اللي يتفرجوا واللي يتبعوا في الاختيار اثنين باش تحصل المفاجاه كبيره احمد مكي اللي مثل دور الضابط يبدو سيتم استقطابه من طرف الاخوه المسلمين احمد مكي نعم. يزي تبعوا يبدو شنو يبدو يبدو مش احمد مكي شخصيا في دور الضابط هذاك هما مازالوا فما اخوان مسلمين غادي دور الضابط في دور الضابط دور الضابط زيد مكي بعد اختيار نحكيه على سيت كوم 16 والله رفيق نفس وقت برهان تحيه خذي خمسه دقائق مش عاسي باش نحكي على 16 على روف كوكا يا رفيق باش نحكي على الكاميرا كاشيه نتاع 16 من بعد خيبه الامل اللي عملوها قناه التاسعه وكيما ترى المورا ماتت وكل الحمد لله فبا روف كوكا الحمد لله الثانيين والبيب على بعض وامورنا مريقله وشيكتنا حاضره ما تخصوش علينا عذبت الحيوانات وقتلت الحيوانات ما تخصوش علينا انتم تكرموا الحيوانات نحن التمساح جبدنا عليه هذاك هاكم كرم دونك تحيه عرستوا له ديجا 25 تمساح يكرموا الحيوانات الساحل والله لا حول ولا قوه يا رفيق هذا يلزمنا نحكيو عليه والله ربي يفضله روف كوكا خاطر فكره بسيطه نتاع ابو كيفاش مع الطفله وقال لهم عندي تيست بي سي ار ويطلع بوزيتيف بالحق على حاجه نحكي على 16 عاد نوصل كل شبيه قاعد يعاود برحمه والديك حكينا والله كيفاش تبلانجا على الناقه من بعد هو طلع مريض وكل حكينا ما لا نحكي على برنامج الباشا نتاع شمس الدين الباشا يا رفيق وعلاه سهريه باهيه فرقه باهيه اغنيه باهيه معناتها لما حلوه وصلت الفكره
بهناس البدوي في الشقه انا الكرتون تاعي اللي قالها زياد ونتعداو ونمروا انا كنت مش نحكي انا كنت مش نحكي على شمس الدين باشا على البري على زياد اعطيني حاجه مش نحكي على ماتش ليتوار احكي على شنو الاكس اللي حبيت تشدو في شمس الدين باشا شنو اللي عجبك في شمس الدين باشا انه اسمع الناس قلقت الضيوف اللي عجبتك الجماعه هذه شنو مثلا اهم ضيف اهم ضيف اهم ضيف عجبك مع شمس الدين باشا برهان بسايس لا بالحق لا بالحق مو غني شكون عجبك ما تفرجتش ها دوك مش تشكر عمل ما تفرجتش فيه مش قلت ربي سيريو لحظه انا تربعد على الميكرومون خاطر ساعات ننفعلوا تقولي كيفاش سيريو تو مش استهزاء بالمشاهدين معناها هذا انا تعرف علي الصدق ولا في القول ولا خلاص العمل هذاك انت قلت له يا ناصر مش تحكي على شمس الدين باشا قال لك ما تفرجش قلت له انت شي يهمك كيما نقول هكا الله اكبر اللهم في قد بلغت اللهم فشلت علاش برهان بربي ناصر خويا وطمع في القرنيت اللي جابه على الاقل نقسم معك انا قلت هكا حاجه قبيله يا ولدي هما مش لاهين بيك في الاجتماع لاهين بحاجه اخرى قرنيت ودرا شنو وكذا انت قلت له يا ولدي محضر قالك عندي ثلاثه دخلات صحيح قلت له ما نختار منهم احسن واحد صحيح فوالا قلت له محضر يا غالي قال لي محضر يا غالي غالي اللي يقولوا ناصر عسل يا دونك باهي شمس الدين عموما يا حلو يا تي الصحه صح رقعتك يا ناس رقعته صحيحه ما تفرجش فيه هذه الرقعه هذه معناها بعد الاقل ما تفرجش كل صحه تروح تعرجك في الميكرو ما احلاه يا ولدي تفرج فيه قبل انا في المقطع هذه ما هو بيد الفنانين يتبدلوا باهي الناس اللي يشكروا في شمس الدين باشا من غير لا نشافوا ادخلوا تفرجوا فيه انتوما وجابونا يستحق الشكر ولا لا سندريلا باش تحكي لنا على كمال التويتي في الفندق التفاصيل روعة روعة كمال التويتي معناها هدوء ورصانة في الأداء نسينا سليمان الأبيض نسينا براداريس مش غريب على كمال التويتي اللي عنده 47 سنة بين المسرح بين السينما بين الأعمال الدرامية أما القوة فيش اللي السنة شفنا كمال التويتي جديد كمال التويتي السند لنضال السعدي شفنا رصانة في الأداء أكل الإحساس قاعد يوصل لنا علاقته ببنته يعني حاجة أنا واحدة من الناس ما كنتش نتخيل إنها اللي سليمان الأبيض اللي تربينا معاه في شوف لي حال شوف قديش من عام نتفرجوا فيه باش يجي دور ينجم يخرج كمال تويتي من جلباب سليمان الأبيض هذه قوة الممثل وهذه قوة المخرج سوسن الجمني اللي أعطات يمكن السنة حاجة الجديدة اللي ما نش متعودين بها أعطات الفرصة النعيمة الجاني وكمال تويتي شفت قلت لك فرصة نعيمة مش ترجع اللي فرصة ليه فرصة انهم هما يخرجوا من الأدوار اللي احنا استنسنا بهم هذه ذكي معناها اليوم الممثل شيء كل ما نجيب ممثل انا بحثي يقول لك المخرجين بخليين المخرجين ما يخموش برشا مش حاحين اكزاكتومون يقول لك هاي نعيم الجيني دور الكوميديا في مثلا المعين المنزلي تك نخم في نعيم الجيني ما نعرفش كيما الاكزامبل نتاع دليل المفتاح زيد كيف كيف ها خصنا خرجت مشيت للكوميديا با ردود الفعل ما كانتش 100% للامانه لا والله ما احلاها والله ما احلاها انا تفرجت فيها في ابن خلدون ماهيش خايبه دليل مفتاحي اما خلينا نرجع لكمال التويتي انا بالنسبه لي مفاجاه رمضان 2021 كمال التويتي سيف عمران زيد كيف كيف وجست لوم صغير على سوسن الجمني ما صب وحكينا فيه في الاوف ما صب خرجتنا شويه من موندو نتاع اولاد مفيده على خاطر الموسيقى قاعده حاسه شويه دخلتني في الموندو نتاع اولاد مفيده نحب موسيقى جديده نحب نفس جديد لا موسيقى فيها هكا الحس نتاع اولاد مفيده لا الناس الكل قالوا بالحق معناها تشبه يزر بين الفاصل هذيك التيلانيه حقها زاد بدلتها انا كنت نتمنى راهي خرجت تلاحظ تقول في سعده تحت انا تنزل هي انت تلاحظ رفيق انت هكا خليني نحكي ساعه برهان مسيس يحكي ساعه على موضوع سياسي عركه ما بين الاخوان ماني تعرف علاش نلهث نحب نقول كل شيء على ما انت تزرب فيا هكا بربي سيدي الدرجه تفضل كملت عندك اهو ليه بالحق على اميمه وكل تو تنقد تنقد كيما قال لك رفيق قلت ولي تفهم في الموسيقى وكل لا الموسيقى تبع ياسر تاع ولاد كل شيء امانه موافقه في سوسن الجمله اللي هي فكيه في اختياراتها ونعاود نقول انه خمت فيا في وقت ما ونشكر على هذا بربي والله راوي عبيد انا نعطيك حاجه يا ودي اقسم بالله كمون لاسيستون يا سونيا قال لي جيب رفيق باش نقل كاستي باهي ما تحكيش تفاصيل وما نحبش نقطع خبزه نزار نعود بعد الفاصل نعود بعد الفاصل ما تبعدوش انتم تسمعوا في رف ماكس سبيسيال رمضان
احتد النقاش بيني وبين السندريلا في الفاصل وطلبت الانسحاب أجبرتني على الاعتذار يعني اعتذرت شكرا لك اعتذر مره اخرى من السندريلا اللي انفعلت ويبدو وعلاش معناتها على حسابها في رمضان جات البوني على برهان علاش على حسابها في رمضان اللي غضبتني شنو ذكر قبل ما تعرس صحيح اللي غضبتني هذا البوني شرع شو انا قلت هي على حسابها وشكرت حماتها اتم بعد نربط لكم لخي وتر ماش كلمني بالتليفون اللي يبقى لنديس اللي انا قاعد نقول فيه بعد عنده 500 دينار قلت سندريلا على حسابها وشكرت حماتها تفاصيل نعرفهم بعد الكونسي توت سويت الكونسي رفماج لو كونسي اي سيدي نمشي شويه للامور الجديه وقرارات الحكومه في علاقه بمجابهه الكورونا تقريبا نفس القرارات ولكن المحافظه على حظر التجول نفس التوقيت ولكن منع جولان العربات ابتداء من الساعه السابعه كان هذا ابرز قرار نبروا عليه التوانسه وتفاعلوا معه الناس البعض اعتبر انه الحكومه فاشله وان المسؤولين فاشلين وقالوا انه الكره ولا تمرض بالكورونا وإحنا سابقة في العالم والبعض يرى ذلك جد الفقير بما عنده الأعداد من غير لن تولوا للقرارات عموما في دقيقة برهان مع أم ضد يتلاموا كان نجموا يعملوا مخير ولا كهو ذلك حدود إمكانياتنا مع جد الفقير بما عنده كما قلت أنت يا رفيق في الظروف هذه الصعيبة مشكلتنا في تقليص قدر الإمكان حجم التجمعات منين جي في الليل تقريبا جي عن طريق التنقل والتنقل في وسائل النقل بالتالي قال لك يا خويا في عوض انت تمشي تضربها الغاديك باش القهوه تتلم فيها تتقشقش عليها في الوقت ولفامي في القهوه ولفامي والشريان والحوايج وكذا البارح عملت شفنا الواحد بوتوريزاسيون بالطبيعه دنيا فارغه تقليص حجم الكذا يا سيدي هاو ما غير كوفر فو منع جولان لكن القهاوي اللي قامت عليها القيامه قعدت هاوك القهاوي تاكل على روحها في حاجه علاش برشا تنبير على القرارات والله تنبير على القرارات لانه كانوا يظنوا انه رئيس الحكومه قاعد يحب الكنتري معناتها رئيس الجمهوريه كاني ولات لعبه الكنتري اي كنتري كاني لعبه سيسما هذيك نتاع الشطرنج وكذا واحد كنتري في واحد لكن هي اللي خرج وشاف حل من الحرور رفيق تو شوف محلاهم التوانسه اللي زعما جابوا البهايم وخرجوا على البهايم كل شيء لا 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 مش هذي احنا حل من الحلول ما عادش دور بالكهرباء اش معناها؟ ما عادش نهبط انا من تونس نمشي نطل على رفيق في من كارتاج نمشي الغادي وبعدها كيف باش نروح هذيك مثلا تجمعات العائله تقريبا باش تاخذ وش اللي باش يمشي بيت وسط جمعه وخدمه باش مستحيله بما اني ما تكلمتش على اونس جابر كانت حلوه ياسر باش التوانسه البارح تتفرج في اونس جابر من 7 لـ9 اي ما يسالش لا مش مشكل في البوكس سامحني والله اسمع والله لا قلت الراف خليها لي بالعاني بالعاني باش نربط بين سبعه قعدت الناس الكل شوف يا خويا كل حاكم ياخذ قرار خلي نقولوا معوج شويه تنعاونوه ربي تنعاونوه نعاونوه وي تنسيه خلينا نشوف شو باش يعطي القرار شنو هالقهوي خدمت على روحها يا اخي توا لازم انا نسكن في كارتاج نهبط القهوه في باب العسل عندنا مخير كنا نجموا نلقاو مخير ولا ذاك هو معناها كما قال برهان والحاج هذا الفقير بما عنده يا ودي هذاك هو يا رفيق وبربي نداء علاش ما يطولوش شويه في الكوفر فيه حتى ل 11 ونص على القهوه ونداء للامن كان يسمع فينا راهو اقسم بالله ما فما حتى واحد من راف ماك يخدم العشي راو كي تشدوهم في الليل معناتها احزوا الكارت غريز راو يتمزاو على عائلة عندي تصريح عندك تصريح وحل معايا كنار امني سلم عليه قلت له عندي روبورتاج على شوارع تونس في الكورة والله عرضني في المنطقة قلت له باش نصور الشوارع كيفاش خالي غزالي قال نتاع بصحتك معناه تمنيني جيت وقت من علي ولكن سيبني في الاخر سونيا نتعداو ذاك هو زيد النبرو كنا نجموا نعملوا ما احسن كنا نجموا اما فات الاوان اللي نعملوا فيه اليوم هاوك على الاقل يعطينا احساس اللي فما حكومه قاعده تحاول تعمل حويجات هكاك حويجات عرفتك اللي نتاع هاني ما عنديش باش نعشيك اما هاني عندي طرف فتفاته تلمه من الطاوله ونمدهولك اعمل روحك تيك احنا هكاك احنا حاجه برك لا سماح للرباح في اللي عملوه لا سماح للرباح في التجمعات لا سماح للرباح في تسيب الماء على البطيخ اشهر واشهر واحنا نتفرجوا نتهزوا نتحطوا قدش مره صحنا قدش مره عيطنا في البلاتو هذيا وما داخلين وما نخرجوا من الاخرى في ظرف 10 ايام تعدينا من 30 حاله وفاه تقريبا في ال 24 ساعه تعدينا لل 80
تعدي في ظرف 10 ايام. وهذا الكل هذا الكل نتيجه سياسات سياسات واختيارات. به توا قاعدين تويك عاملين رواحكم تعملوا اي مثال شحنا احنا زاده نعملوا رواحنا نقول لكم يعطيكم الصحه وردوا بالكم على رواحكم. فما حتى حكومه باش تخاف عليك اكثر من روحك وحتى حكومه باش تخاف على ابوك وامك اكثر منك انت. جاد الفقير بما عنده دوله فالسه الله منا نخلصوا في الموظفين وفي العباد والدوله ما وقفتش بهالازمات الاقتصاديه اللي نعيشوا فيها بالازمه السياسيه اللي عايشينها. دونك ردوا بالكم بفيتكم جاي ديستانسياسيون وحذاري خايفين من الكورونا البرازيليه اللي تدخل تونس. انا ربي ما يورينيش كل النهار يبدو انا اخطر من البقيه. دونك ردوا بالكم يا خويا استحفظوا استحفظوا كل واحد يستحفظ. شوف في حاله رزده من الاستهتار تدخل لقاي ولا واحد حد ما بيت ولا واحد على باله بالطقس حاجه اعجوبه ما ليه سامحني نجمك كيفاش تعمل سيجارو يا خويا تنحي البافيت ومن بعد لو توك ربع ساعه اللي انت مرتاح تتفرج بالبافيت وتحكي بالبافيت. البافيت غير موجوده في القهاوي غير موجوده في حتى بقعه يتلموا فيها الناس. دونك كيلكو بار احنا شعب مسؤول على الفوضى اللي عايشينها كيلكو بار يزينا من الحكومه يزي اللي يحب يحيا يتلهى بروحه تو سامبلومون هذيك هي المعادله. اخبار الطرقات يلا Shell V-Power, le carburant premium, il y a un moteur carabtek akther najia ou fa'ili. Shell V-Power super sans plomb et gasoil sans soufre, élu produit de l'année. IFM Info Trafic. مرحبا بكم من جديد على اليافين. في تونس الحركه زادت تعطلت على جي بي 8 الضغط يبدا من الشرقيه حتى البرج البكوش. فما زاد تعطيل صغير على الغوتيكس نيفو كامبوس المنار في اتجاه حي رومانا. على اكس 2 الحركه رزينه نيفو الفارماسي سنترال في اتجاه المنزه اللي جايين من حي الخضرع. فما زاد ضغط كبير في خارج تونس الجنوبيه من لوتوروت ان ان يبدا نيفو الباساج ويرجع نيفو دي بوزفيل. في المروج فما بوتياج نيفو الباركور دو سانتي ومازال تعطيل كبير نيفو رون بوان بيب سعدون اللي جايين من 9 افريل. سينو الحركه عاديه في بقيه الولايات. نشكر كل من تفاعل معنا على الجروب فيسبوك يفهم انفو ترافيك. كان عندكم اي معلومه تهم الكياس كلمونا على 58 550 711. انا نرجع لكم بعد نصيف ساعه اساس روحكم في الكياس وطريق سلامه للناس الكل. Shell V-Power, le carburant premium, il y a un moteur carabtek akther najia ou fa'ili. Shell V-Power super sans plomb et gasoil sans soufre, élu produit de l'année. طريق السلامة للجميع. وقت اللعب وقت الربح نلعب على مليون بونداشا من إهداء ليلى توتسويت. مناسبة رمضان ليلى كالعادة تخمم فيكم وتربحكم قضية رمضان. للمزيد من المعلومات ادخلوا على باش فيسبوك ليلى برودوي دو نيتواياج وليلى بابيي. ليلى الخير والبركة في كل دار. معنا في التليفون ياسين العياري. ياسين رمضانك مبروك ومرحبا بك في الرفماك. عايش خويا اختي رفيق رمضانك مبروك. ماكش ياسين العياري النائب رمضانك مبروك. ماكش ياسين العياري النائب. لا مش ياسين العياري النائب. اه يا باش تعمل في الدنيا ياسين؟ والله عامل بشركه. عامل بشركه متزوج عندك صغيرات؟ متزوج اي عندي وليد. يا ربي يفضله لك. قداش عمره الوليد؟ عام وعشر شهور. يا ربي يفضله لك يتربى في عزه ياسين. اش عامل فيك رمضان في الجمعه؟ والله صافا لاباس 7 ايام حاليا لاباس الحمد لله يا ربي الحمد لله. خفيف كمان الطقس معاونا سنة في رمضان. لا باهي كي يطقس على الكيف. الحمد لله يا ربي ربي يداوم علينا النعمة ان شاء الله ويتقبل منا الناس الكل. ياسين من غير لا نطول عليك ليلى اختارتك باش تقول لك يا ياسين مبروك عليك 1000 دينار من اهداء ليلى. رمضانك مبارك يا ياسين. ربحت معنا مع ليلى ان بون داشا قيمته 1000 دينار مليون يا ياسين. ان شاء الله رمضانك مبروك. يعطيكم الصحة كامل كيف الكل. ربي يخليك. عندكش على شكون تحب تسلم وتعمل ديديكاس ياسين؟ تحية لأمي وأخواتي. يا ربي يفضلهم لك. ومرتي وعائلة مرتي. وبالطبيعة كامل كيف اي اف ام وديما ديما ليلى ديما ليلى مزاهيتك. ديما ليلى ديما مزاهيتك ليلى ياسين. ديما مزاهيتك. وين يتنرفز يا يعمل سيجارو يا ليلى حاجة من سيجارو ليلى. يلا ياسين ان شاء الله كل عام ودي حي بخير. اوكي مليون مليون صديقي شيخ به العائلة والناس اللي تحبهم. مليون للربح من اهداء ليلى. ليلى تحب تحكي لكم على منتوج ما يغيب على حتى دار. ليلى جافيل اللي ينظف يعطي بياض ناصع يعقم يقضي على الميكروبات على الروائح الخايبه الكل بمناسبه رمضان. لاقام ليلا جافيل كلاسيك تلقاوها في حله جديده تهدي لكم 300 مليليتر مجانا على لتر ونص.
600 مليلتر على 3 إترات وإترة كاملة مجانا على البيدون 4 إترات 75 لجام ليلا جافيل كلاسيك برومو رمضان متوفرة في العطارة والمغازات وفي كامل تراب الجمهورية. صديقنا ياسين ربح مليون، أنت تنجم غدوة تربح مليون. ليلا تسلم عليكم وتقولكم رمضانكم مبروك. مناسبة رمضان ليلى كالعادة تخمم فيكم وتربحكم قضية رمضان. للمزيد من المعلومات ادخلوا على باج فيسبوك ليلى برودوي دو نيتواياج وليلى بابيي. ليلى الخير والبركة في كل دار. برهان بعد شوية يقول حذاري سنخرج بصدور عارية أمام الدبابات إن صار انقلاب. عمري ما قلت عمري ما قلت ما عندي. تكون بعد الفاصل ما تبعدوش. الكوجينة لازم حذاقة صنع نظام وفيانة. الكوجينة لازم قلب وقلب كبير. هذاك علاش تن حلق الواد يوفر لك أحسن ما عنده باش يخليك تتفنن في غرامك. تن حلق الواد من القلب للقلب. على خاطر نقف شهر اللمة والمودة كالعادة مع بريل، رمضان السنة نتلمو في الخير. معليك كان تدخل الباج فيسبوك بريل تلعب تربح وتربح الغير زيدا، ومع كل مشاركة بريل تتكفل بشقان فطر إنسان محتاج. في رمضان تحلى اللمة مع بريل. مع كيا ومصرف الزيتونة لفريات ما توفاش، واليوم أوفر سبيسيال رمضان. اكسب كارافا وتمتع بتخفيضات على اللي موديل كيا الكل، وخذ فينانسمون بأن تاريف افونتاجو. وبالنسبة للمهنيين تجمو تتمتعوا 0% دو تو فينانسمون. ملا زورونا في لي شوغون كيا وين برشا هدايا تستنى فيكم. للمزيد من المعلومات اتصلوا بينا على 81 10 55 55. كيا موفمنت ذات انسبايرز. فيتال اليوم تودكم بجديدها دولتشي دوبل سافور الليجوا في دو سافور دو شوكولا. خليكم تذوبوا بالشوكولا بلان وتسرحوا مع اون موس سافور شوكولا ولي تذوخ بالبنة. دولتشي دوبل سافور دو فيتالي دو سافور دو شوكولا في كعبة الليجوا. انتم تسمعوا في رف ماكس سبيسيال رمضان. ماذي ساعتين و 54 دقيقة آخر 6 دقائق في ساعتنا الأولى نكملوا الكونسي ومهمنا نحكي على رئيس الجمهورية قيس سعيد في آخر ظهور لي. قيس سعيد في عيد قوات الأمن الداخلي، نسمعوا شنو قال الرئيس تقريبا 40 ثانية ونرجو نعلقوا في البلاتو. يلا. رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة المدنية. وعودوا إن شئتم إلى مجلة الديوانة لأعوان الديوانة، الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم. وضعوا النص الذي وضعوه في سنة 2015 يتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية. هذا النص غير دستوري، ولأنه دون الدستور فإن المنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغييب الدستور. قيس سعيد يعطي درس دستوري جديد في عيد قوات الأمن. من الأخر قيس سعيد قال أنا الرجل الذي يحكم الجيش والقوات الأمنية وزارة الداخلية وكل القوات الحاملة للسلاح. عمل رسالات مشفرة أخرى، حكي على نواب قاعدين شيخين ويتمتعوا بالحسن، حكي على علاقة مصاهرة والناس كلها هنا مشيت رفيق عبد السلام سهر راشد الغنوش اللي تو مدة قاعدة فيها أنا مع قيس سعيد بالستاتيو فيسبوك. البعض اعتبروا تهديد بالانقلاب وتهديد بالاعتقالات، وانتظروا اعتقالات في قادم الايام لنواب ولسياسيين وغيره. به خلينا نرجع للنقطه المهم والاهم، اختاني من مصاهره وغيره. برهان قيس سعيد قالك انا الداخليه انا الجيش وهذا بالدستور نتاعكم اليوم، وكانوا المرزوقي ما فهموش، وكانوا البيجي قائد سبسي رحمه ما فهموش، واللي جا بعده ما فهموش. فما كان قيس سعيد اليوم يفهم في الدستور، اما الناس فرحانه بالكلام هذا، قال هذا دستوركم وردوها عليه ان استطعتم. فما اللي قالك سيد يبدو انه ضحكوا له تمد على طوله.
دستوركم ردوها قاعدين يردوا عليه بعض من الناس اللي الشخصيات الوازنة اللي هرموش هكا كيما شكون مثلا برشا قريت نجيب الشابي أنصاره أنصار سي قيس سعيد اللي ساندوه واللي بكى جوهر بارك ظهر اللي بكى نهار انتخاب قيس سعيد بالتأثر بالواحد من الناس اللي قالت غلط راهو الكلام اللي قاله الرئيس في علاقة بالنقاش الدستوري القانوني الصرف هذا في المسائل نتاع الفصول هذيك والفرق القوات المسلحة وكيف الدستور أفرد قوات مسلحة وأيضا قوات الأمن الداخلي والحكايات هذيك بو يا طول اللي على شو يلوج الرئيس بولي يعني شو يحب يعمل الرئيس أنا شوف ماش قاعدين فلكوا تو الرئيس يبدو أنه هكا قيل له توتير الوضع يستفيد منه أنا اليوم زادة وهو ما تنساش من غديك رد عليه سي هشام الشيشي أول مرة يخرج عن واجب تحفظ هشام الشيشي قال هذا كلام ما هوش في سياقه وكلامه وتأويل شاذ وتأويل انفرادي للدستور معناها يبدو قصة هذا حوار وقصة كما قلوها بالتونسي أنه نصليه عن النبي ونقعد ونقاو حلول ليس بيلا إليه هذا الرئيس يبدو أنه رافض الرئيس كل مرة يزيد يقدم يضيف للأزمة ويضيف للتوتر وعنصر آخر المرة هذه الخطير في الوضع إقحام المؤسسة الأمنية والعسكرية في هذا التجاذب تولي ناشي تو والعباد تحكي على انقلابات وجونا تولي بلادنا قصها تخيلها مع الكورونا في وعينا وفي نقاش طبقة سياسية نحكيه على انقلابات زعما فما انقلاب ولا فماش انقلاب شنو هذا علاش وصلنا للدرجة هذه منش عليه السيد الرئيس كل مرة يلقي للساحة السياسية بحديث يشتم منه ويؤول منه قصة الحمد لله هكا خوه خرج ولا يزلنا نقرأه السيد الرئيس وبعد نشوفه تفسير خوه سينوفل قال ما تخافوش الرئيس من قصة الدستور ما فماش هذه قصة انقلابات وانقلابات لكن فما قصة هذو من هاري اخر تخيل لا قدر الله شنو هي الوضعية باش يفهموها العباد قال انا المسؤول على الامن غدوة السيد الرئيس يعمل تسميات يقول عينت ناصر البدوي مديرا عاما للامن الواحد خلفا للسيد زهير الصديق مثلا سين ناصر يهز شلاقات وملاقات ومشي باش يرقى جماعه سين مشيش يقولوا له لا راه هذا تعيين غير شرعي برا عاد ندخلوا في الواحد مش فقط وزراء توا قاعدين شادين بنك الاحتياط نزيدوا نعطلوا المؤسسه مش الامنيه مش بنك الاحتياط وقتها الناس اللي بالسلاح الفريق الامني هذاك شكون باش يتبع اي مؤسسه امنيه مؤسسه امنيه نقولوا مؤسسه امنيه لها تكافح في الارهاب مؤسسه امنيه هاك تشوف كوفروف مؤسسه امنيه بعد اخر ما تبقى للدوله انا في نهايه الامر كالزي نتاع الشرطي بالنسبه لي على الكياس هذاك اخر ما تبقى من الدوله ندخلوهم في العركه هذه ما بين صلاحيات رئيس الجمهوريه وصلاحيات سي المشيشي هذه راهي العمليه اصبح مخيف قيس سعيد برهان خارج الخطاب هذه هي العمليه التوانسه يلزم يفهموها سي قيس سعيد قال انا المسؤول على الامن ايش بيعمل يولي يعين هو ناصر البدوي مدير عام للامن ناصر البدوي يهز شلاقاته ويمشي باشر يقولوا له جماعه غاديكا تابعي سي المشيشي لا ما عندكش الحق يجبدوا الفرود على بعضهم الساعه جماعه القانون يبداوا يتناقشوا ومن بعد لا قدر الله باش نوصلوا نعركوا الامنيين في بعضهم يا رسول الله باش نوصلوا ندخلوا المؤسسه الامنيه في العركه داخل الداخليه شكون من السعديين التابعين لقيس سعيد وشكون من المشيشيين التابعين للمشيشي قال شنو تاويل الدستور فقنا به كان اليوم تاويل الدستور ثم هذا اللي هبني هل هذه يا سيد الرئيس اولويات تونس اليوم النقاش انت على راس القوات المدنيه العسكريه الحامله للسلاح ولا مش حامله للسلاح ولا اولوياتنا كورونا يا سيد الرئيس ولا اولوياتنا اقتصاد منهار يا سيد الرئيس انا ما فهمتش في الاخر وكتبتها البارح علاش ما فماش عركه سيد الرئيس كان يدخل يقول من بعده هكا انا عندي رؤيه الاقتصاد انا عندي رؤيه الخراب هذا الاقتصادي نحب نطور تفضل سيد رئيس اطرح كل شيء ثم يا رفيق كما قال له نجيب الشابي اليوم راهو سيد رئيس وقلناها من قبل يطرح في قضايا ممكن راهو ماهوش يطرح في قضايا غير اي اطرحها من ابوابها الحقيقيه قدم مبادره تشريعيه باش تنقح القانون اللي صادقوا عليه في 2015 ولا. واللي قال راهي المؤسسه الامنيه تابعه لرئيس الحكومه والمؤسسه العسكريه تابعه لرئيس الجمهوريه قدم مبادره تشريعيه وشوفوا سني يقول لك الاختيار اليوم انه نجم نوصلوا فرقه امنيه تحمل سلاح على بعض انت تابع بوران وانت تابع سونيا وتتكل الامور بعضها ناس باش تقعد تنظر في البلاتوات وفلان فلان وبن عاشور وغيره كل واحد يقرا عندنا ما كثير باش نعرف صحيح وتنجم الفروده تتجبد هذا وين نجم يوصل اليوم رئيس الجمهوريه سمحني رفيق بوران في دلاله كبيره صفحه الامن الرئاسي هبطت تهنئه للقائد الاعلى للقوات المسلحه العسكريه والمدنيه الامن الرئاسي متبني رؤيه الرئيس ما نعرفش الامن العمومي متبني رؤيه شكون المصالح المختصه شنو مكافحة هذا الارهاب علاش وصلنا هذا اول مره في تاريخ تونس هذه باش يوصل لشيء هكا احنا مالوريزمون وصلنا له توا معناها ما نعرفش نقطه تحب تحكي في كلامك ولكن رده فعل الاحزاب الغائبه
اليوم القيس سعيد عنده مشكله مع احزاب الحزام الحاكم تاع المشيشي نهضه وائتلاف الكرامه وقلب تونس الاحزاب الاخرين، هل ما يقوم به اليوم قيس سعيد مثلا يرضي التيار يرضي حركه الشعب؟ هل هما راضين على هذا التمشي على ما يقوم به قيس سعيد؟ وخاطر هما بيدهم على اللي مع قيس سعيد ينجموا اليوم يعقلوا الرجل يقولوا راه ما يجيش، راه احنا معاك سيد الرئيس ولكن للصبر حدود، ولكن ما نجموش نلعبوا بالدوله هكا، ولكن راه عندنا حاله من اللاوعي تنجم توصل للفروض تجبد على بعضها. هالصمت نتاعهم هما مواقف الاحزاب ما يقوم به قيس سعيد، هل يخوفك على تونس ولا لا؟ امشي لي للمواطن العادي اليوم نحب السنه دهماني تحل، خايفه ولا لا؟ بالطبيعه تخاف، بالطبيعه تخاف. اللي تحكي عليهم انت الاحزاب ورؤساء الاحزاب والكتل، خاطر كلهم مصطفين، ما فما حتى واحد منهم محايد، ما فما حتى واحد خايف على البلاد. الكلمه اللي انت استعملتها، كل واحد في حساباته، كل واحد انا مع شكون، انا اليوم من مصلحتي ان يكون مع رئيس الجمهوريه، انا مع حركه النهضه ومع رئيس الحكومه، انا مع فلان، انت مع شكون، الكلها هي القسمه الكلها هكاك. اليوم اليوم اللي واعي به الشعب التونسي، اللي واعي به المواطن التونسي الخطر المحدق، الخطر اللي داهم علينا واللي كان يحكي عليه برهان، انك اليوم وقت اللي تهبط في الباج نتاع الامن الرئاسي، الامن الرئاسي سي اعلن بدربو هز الدرب البارح واللي هو يساند رئيس الجمهوريه، ما نعرفوش شنو اللي باش تكون رده الفعل. يا ولدي رانا عندنا شرطه وحرس وديوانه كل واحد، وعندنا 500 مليون نقابه، وكل نقابه تصور انت كل نقابه عندها موقف، وكل نقابه باش تقول لك لا انا مع فلان، اللي يقول لك لا انا مع فلان، يعني في نفس البيرو تاع امنيين ينجموا يجبدوا الفروض على بعضهم. نجم تلقى كواتروات، واحد كواترو المشيشي وواحد كواترو يعطيك الصحه، في بيرو تاع امنيين في وزاره الداخليه زوز ينجموا يتعاركوا يجبدوا الفروض على بعضهم، هذوما ناس مسلحين. اليوم انت دخلتهم في العركه، دخلتهم في العركه وانت تدعي انك تحمي الدستور، دستورنا هذاك هو دستور تعيس، من نهار الاولاني قلنا لهم راهو دستور تعيس، اذن باش نتعاملوا معاه، واللي اخطر من هذا اللي اليوم انت رئيس الجمهوريه جي دقدق وحطم قانون مصدق عليه يا ولدي، راهو قانون مصدق، القانون 17 هذايا لسنه 2015 المتعلق بالتعيينات في الوظائف العليا، راهو قانون سيحصل لنا في الصدور. وقتك بعد الاخبار خاطر فوتنا برشا، نرجو نحكيو على القانون وما قام به رئيس الجمهوريه قيس سعيد بعد الاخبار. اعتذاراتنا من قسم الاخبار ومن مدام ايمان الطيب ايمان الاخبار تصفيت، ونرجو لكم في الساعه الثانيه من رفمانك.